بسم الله الرحمن الرحيم. مع انقضاء تقريبا الأسبوع الأول كان واضح أن الغازي قد تمكن من أمور الدولة كلها تقريبا، وكان كل شيء تحت سيطرة في كل مكان. واضح أن اللي دخلوا كان عندهم أوامر بأماكن محددة لكل فرد فيهم. الوضع نحن على الواقع الموجود بالكويت أن تحولنا إحنا كهلال أحمر من فرد متطوع يساعد في الحوادث إلى مسؤول عن مكتب الهلال الأحمر في مستشفى مبارك. طبعا إحنا ذكرنا في الحلقات الماضية بعض الأحداث، ومن ضمنها بداية الدفن الجماعي لجثث المختلفة في المستشفيات اللي تركت في الثلاجات. الفرق اشتغل ولا ما اشتغل؟ لا شغال. الفرق ان هذه الجثث كانت بعضها موجودة من سابقا من قبل الغزو وتركت، ومن امثلتها الجثث اللي كانت للاطفال اللي خاصين بمستشفى الولاده. وبقيه المستشفيات اغلبها مستشفيات اللي مواظبه على الاخلاء الفوري كانت غالبا فاضيه وملئت مع فتره الاحتلال. وذكرنا في واحده من الحلقات ان اللقاء اللي تم بيني وبين الشيخ الفاضل خالد المذكور، الدكتور خالد المذكور، طبعا هو استاذ بالجامعه واللي افتى بدفن الجثث، خصوصا ان الجثث المجهوله ظلت موجوده بالثلاجات مده طويله. ورتبوها من ناحيه موضوع المتطوعين عن طريق واحد الاخ اسمه علي المله ابو عمر اللي لملم شباب من المناطق الكويتية المختلفة، ويوم اللي دفننا يوم 8/8 كان موجودين في المقبرة يمكن أكثر من حوالي 150 شاب متطوع كويتي ليعمل عملية الدفن الجماعي. بعدها في اليوم الثاني قلنا لكم أن احنا دفننا أطفال مستشفى الفروانية وكان عددهم 40. وبعد يوم 8/8 كان 4، 9/8 كان يسمونه خميس، و 10/8 دفنا بقية الجثث الخاصة بالمستشفى الفروانية اللي هم ثلاجة يسمونه الموتى أو ثلاجة تابعة للمستشفى مباشرة. وأخذناهم بعدين يوم الجمعة 11 اتصلت فيني مسؤولة مستشفى الولادة وذكرت على الأطفال الموجودين في ثلاجة المستشفى، وتم اتفاق أن أخذنا منهم بالليل جزء من الأطفال وديناهم الرازي، وفي اليوم الثاني جمعنا الرازي مع مستشفى الولادة. كان عدد الأطفال الموجودين 70 طفل وتم دفنهم في يوم السبت 12/8. بعدها طبعا بدأ التنظيم الهلال الأحمر في مكتب الخدمات الفندقية الموجود داخل مستشفى مبارك، حاليا عبارة عن صيدلة الحوادث. ومع دفن الجثث المجهولة على حسب توصية الشيخ الجليل خالد المذكور، دكتور خالد المذكور، أن نصورهم ونبصمهم قد ما يمكن. وبالتالي حضروا المتطوعات اللي عندنا على رأسهم الأخت أمال عبد السلام وهي شقيقة زوجتي، حضرت ألبومين، في ألبوم سميناه ألبوم المجهولين والألبوم الثاني سمي بألبوم المتعرف عليهم. ف
فكل اللي يصورون وما معروفون انه مجهولين بيضعوا اولا في الملف الاول، مثل ما تعرفوا الناس عليهم ينحطون بالملف الثاني. في هالوضعية حصلت حالات كثيرة من هستيريا اللي تحصل نتيجة ان الاهل المتوفي او اهل الشهيد يتعرفون على الشخص من خلال الصور الموجودة، وتحصل عملية هستيرية وسمونا فقد الوعي، ونضطر نسوي لهم مسافات وندخلهم داخل المستشفى لمحاولة تأقلم مع الوضع الموجود وتجاهد الناس حتى يتقبلوا ما هو حاصل. المهم أن خلال هذه الفترة بدأنا نعد الشباب لعمليات التطوع سواء داخل المستشفى أو خارج المستشفى. وأهم مشكلة كانت موجودة عندنا موضوع الإسعافات. نعم صار في نقص في الإسعافات، نتيجة أن بعض الإسعافات اللي كانت تروح مثلا العراق ما ترجع، فبالتالي بيعتبر ناقص بالنسبة للإدارة. ولكن الإدارة كان عندها طاقم كبير من متطوعين، طاقم كبير من سيارات، فبالتالي قدرت تغطي المتطلبات الموجودة أساسا. والإدارة العامة للإطفاء للطوارئ الطبية كان لها دور بارز وواضح في عمليات المختلفة اللي كنا نقوم فيها. طبعا من ضمن الأشياء اللي عملناها وهذه حصلناها من المتطوعين، بيت أهل زوجتي ووالدتي الله يرحمها كانوا يخيطون، فبالتالي صار عندنا طلب من طوارئ طبية بالعمل أعلام لونها أبيض ومتداخل فيه هلال باللون الأحمر، وبالفعل عملنا كمية كبيرة منها. وعمي عنده متجر لأدوات النجارة الله يرحمه، أعطانا الأعمدة الخاصة بالأعلام حتى نقدر نحطها على سيارة الإسعاف وإحنا بها تروح المهمات المختلفة. بالإضافة لأن في متطوعين ومتطوعات، مثل المتطوعين ومتطوعات المستوصف يسمونه مستوصف بيان، وكان يمسكها الدكتور عبد العزيز خلف. هم علم ان احنا محتاجين اعلام وهذا، فالبنات اللي في المستوصف تبرعوا انهم عايزين يشاركوا في هذا العلم، وهذا حصل. اعطونا كميه يمكن فوق 60 علم وظلوا يزودونا بالاعمال المطلوبه. لما في تجار او بياعين الخام علموا ان احنا محتاجين طاقة خام بيضاء والطاقة الحمراء، ففي ناس كثيرين جو وجابان طاقات وما أخذوا فلوس، كلها عبارة عن تبرعات من أفراد. المهم يعني الوضع الحاصل كان نوع من الألفة والمحبة بين الشعب كله في مواجهة الأزمة الموجودة. يعني المهم في بعض الحوادث المتفرقة نطرق فيها الحين، وبعدين راح نبدأ نتكلم عن موضوع السجن في يسمونه في قصر نايف، وبعد بالخروج من السجن، وبعدين خروجنا إلى البحرين. هذه راح نجيلها بالحلقات اللي بعد كده. المهم من الأحداث الموجودة واللي كانت ودرت حيل، يعني طبعا واحدة أول حدث كان موضوع مظاهرة الجابرية اللي حصلت في نفس يوم الدفن الجماعي اللي كان يوم الأربعاء 8/8، وحصل في إطلاق نار على المتظاهرين في الشارع الرئيسي اللي يمر على مخفر جابرية. وأشهر واحدة معروفة في هذه الواقعة المرحومة شهيدة سناء الفودري، وكثير آخرين موجودين، أسماء موجودة بالتفصيل في الكتاب اللي أنا نشرته. أني الحادث اللي بعده، وهذا الحادث أعتبره كان نوع من
العمل يعني كان مفروض ما يحصل، ولكن ساعات الشباب يحاول يبين نفسه أنه ما بيخاف ويعرض نفسه للخطر ويعرض نفسه للناس الخطر. تهور. أنا حاجة هذه سميتها في كتابي حادثة بيان. الحادثة ما حصلت بيان، لكن الشخصين اللي حصل معهم مشكلة كانوا شباب صغار يعني فوق 18، وكانوا راكبين سيارة جيب. عليكم السلام ورحمة الله. فكانوا راكبين سيارة جيب وجاءوا إلى منطقة الشارع الرئيسي بالجابرية أمام المخفر، ولسبب ما الله أعلم السائق وقع يسوق راح ضرب البنزين، يعني كانوا بشفط زين، طبعا بشفط وجدامين جدام قوة محتلة وعنده سلاح وعنده إمكانيات وعنده فلان، فطبعا هذول فاروا أطلقوا النار عليهم ما حشوهم، طلعوا في مجموعة كبيرة من السيارات والوانيتات لاحقين الأولاد وهم طالعين في الشارع الرئيسي الجابرية. طبعا اللي عارف المنطقة زين يعرف أنه بعد قبلها قبل الوضع اليوم ما كان في دوار حتى تطلع برا، تضطر أن تلف من دوار تروح ناحية مستشفى الهادي وبعدين تلف يمين تطلع على الشارع الرئيسي مالت الفاحيل. فطبعا احنا اللي شفناه انه شفنا في فلاشات قاعد تطلع من قدام، كنا بالمستشفى والمسافه كبيره والبنايات تبان، لكن اصوات الفلاشات كانت عاليه، اصوات اللي يسمونها المكبرات الصوت مالت الاسعاف او السيارات البوليس والنجل ماشيين وراهم. فالمهم هذا لفهم عند اليوتير مال المستشفى الجابرية المستشفى الهادي زين، وانطلقوا إلى شارع فاحيل، انطلقوا ناحية منطقتين اللي هما بيان ومشرف، والسيارات شوف وراهم قافلة ما لا يقل عن 30 إلى 40 سيارة. الولدين طبعا قصة مروية منهم هم شخصيا ومن أحداث احنا شفناها. فوصلوا إلى المنطقة اللي هي بين الجسر اللي يفصل منطقة مشرف عن بيان، وفي هالمنطقة لفوا ادخلوا بين الاثنين وظهروا مستعجلين وخايفين وقاعد يحاولون يتجنبون أي شيء إنه يطلعون بالمناطق. فذيك الأيام المنطقة هذه ما كانت فيها نخل وأشياء ثانية، كانت عبارة عن ساحة فاضية. فطلعوا فوق الرصيف وكملوا وظهر كانوا مدودهين وضربوا في حائط أحد البيوت الموجودة في المنطقة هناك. فالحين اثنين موجودين، السايق واليمة. نزل المرافق ووضح انه كان مصاب. فالمهم دور السور عادة المنطقة هذه مو عالية وايد، السلام عليكم. فالمهم الله بخير وصلوا لناحية سور احد البيوت وتسلق السور وطب الى داخل البيت. طبعا واضح ان العراقيين وهم جايين لاحظوا سيارة ولاحظوا انه هذا تسلق الحائط. الثاني اللي هو كان سايق طلع من صوب ناحيه السايق وانطلق بالناحيه المعاكسه، انطلق ناحيه الشمال عبر القطع 10 ودخل القطعه اعتقد المقابله قطع 10 يمكن 10 11 بدخل محدود. لما وصل للمنطقة هذه شافه واحد من الأخوان كان من أعتقد من بيت من العوازم، وعلى طول أخذها ووداه فوق في السطح زين، وجاب له شوية ضمادات وهذا وغير ملابسه، كان قاعد يدمي وكان مجروح زين. والمهم وقفوا له نزيفه
وزعوا الناس اللي حول البيت الأهل وهذا أساس يحاولون يرعون لقاءات ما يشوفون شو يدبرونه يوم الثاني. هذا بالنسبة للشخص السايق. الشخص الثاني الحين قفز من أحد البيوت كمل ودخل في المنطقة اللي تفصل ثلاث ست بيوت مع بعض لمنطقة بيان، وخصوصا قطعة 7 و10 فيها ميزة مختلفة عن بقية البيوت لأنها كانت معمولة مخصوص حق الأشخاص اللي على مستوى مدرسين ومهندسين ومسؤولين بالدولة. فالمهم كل ست بيوت لها باركينج أو لها موقف سيارات لوحدها. المهم هو نزل هني ومشى كمل بالمنطقة اللي بالنص بينهم، وفي شارع داخلي موجود عبرة، وبالصدفة أحد متطوعين موجود على حظه كان المتطوع حسن الشمالي. وحسن الشمالي أثناء الغزو كان يعمل دورات إسعافات أولية للمواطنين في أماكن مختلفة، من أماكن كان مشتهر فيها هي موضوع المستوصف بيان. فالمهم ان الولد يا شاف حسن يم الباب دزه ودخل داخل، يعني هو عارف ان في ناس ورا، والظاهر ان العراقيين للحين ما وصلوا لعنده. دزه من الباب ودخل داخل. طبعا يقول حسن حسب وصفه لي يقول شفته ملابسه مليانه دم، يعني مبين عليه انه مصاب ومبهدل هني. وطبعا هو قاعد يدرس اسعافات اوليه، فبالتالي عرف شنو المفروض يسوي. اخذها هو وزوجته ودوهم داخل البيت وبدلوا ملابسه وعطوه بيدامه. لبس بيدامه وضمدوه، وعلى طول يسمونه اعتقد حطوه بسياره، وهو نفسه ساق حسن ويابلنا اياه مستشفى المبارك. طبعا هم وصلوا العراقيين للبيت وقعدوا يسالون، قالوا ما عندنا احد، المهم انكر الموضوع وانت تقضي على شيء. لما وصل مستشفى مبارك انا كنت قاعد اتمشى في الجزء مالت الحوادث اللي هو مكتبه كان موجود مقابله مالت العراقيين، ومكتبه الخدمات كانت كانوا فيها عليها جنود عراقيين متمركزين. فاجي اشوف سياره مسرعه من عند الباب سيده من عند باب سور الحوادث مال مستشفى مبارك. زين وما نطر يعني سايقوها حسن وراح لف لفه قويه، يعني بين انه في شيء معدل. وقف وبعدين نزل من السياره وقعد بين على نوع من التوتر، قاعد يقول مصاب مصاب بطر لاتر ناري. فانا على طول رحت له وحطيت ايدي على كتفه وسويت له اشاره معينه، قلت له يسمونه بحادث سياره حادث سياره، اساسا انه يغير كلامه بدل ما يقول مصاب هذا يقول حادث سياره. قلت حادث سياره حادث سياره. ف طلعت المصاب من داخل السيارة كان لابس بيجامة. أنا ما انتبهت نهائيا لا موضوع بيجامة ولا موضوع الشاشة، أنا كل كان همي وتركيزي أنه في مصاب وفي محتاج حوادث. ناديت اللي معي ربعي وطلعت المصاب بنفسي بيدي وحطيناه أترولي، وبعدين ما أدري شو خلاني أصيح أو أقول صوت عالي يسمونه حادث سيارة حادث سيارة. ليش؟ الله أعلم، بس يعني هذا بالفعل اللي صار. المهم أخذتها وديتها مباشرة عند غرفة الحوادث مال الشيخ مبارك وسلمتها أطباء، هذا دوري وهم يسلمون يكملونه. وطبعا قلت لهم شنو المطلوب، بعدين قالوا خلاص هذا نودي عمليات على طول. فوانا طالع على اساس اروح يم الباب جماعه بالحوادث اوتوماتيكيا تصرفوا ان اخذوه مباشره العمليات عشان يحاولون يتصرفون بدون ما يصير مشاكل كبيره بالموضوع. في هالاثناء انا اخذت طريقي مشيت وصلت للباب.
ولا اشوف الجماعه مالت الامن العراقي قاعد يشاور حق واحد كان لابس مدني طبعا قميص والشاشه تقريبا اللبس العسكري موجود. قال هذا المسؤول. فطبعا قال انا مسؤول انا ما اعطيت المجال انه يناديني. رحت على طول عبرت رحت له قلت له الاخ قاعد يعشر علي في شيء عشان يقول لي انت اللي شلت المصاب اللي قبل المصاب اللي بالسياره قبل شويه. قلت له نعم انا شلته. عشان يقول لي طلقنا علي. انا دام الكلمه قال الكلمه عكسها وسبحان الله كل كلمه عكسته هو السجل اللي شفته ودي قالوه له. فقلت له حادث سياره. قال لي سمونه لابس دشداشه. قلت له لابس بيجامه وطلع بالفعل لابس بيجامه. كان طلع دشداشه عند الحسن الشمالي. فالمهم كان يقول لي وين؟ قلت له عدت عوادس ودو عمليات. قال تعال وردي. رحمة عادي. للحين انا ما يبالي ان في شيء راح يحصل. بالعمليه هذه وديت الحوادث جماعه الموجودين طبعا سالت على الشخص عشان اقول قالوا له ترى الحاله راحت العمليات. قال لي ودي العمليات. قلت هذه مو مسؤوليتي المسؤوليه مدير المستشفى. وبالصدفه الدكتور يوسف كان قاعد يجي من ممر خاص من الاجنحه الى الحوادث فطول اشرت عليه فيانا زين عشان اقول له باختصار الموضوع عشان اقول نعم الحاله في العمليات والدكتور يقدر يروح اذا ما تبونه. وطلعوا لي هذا الموضوع هم كملوا. الحين طلعت طبعا ما انتبهت حق روحي طول الوقت الا في لحظه طلعتي من الحوادث حسيت ان حلجي ناشف. تعرف لحظه تكون في توتر هذا حلجك على طول اول علامه علي ان ناشف لان القدره اللعابيه توقف من الافراز. فالمهم وصلت برا كان في ثلاجه ماي على الطرف موجود كانت قديم موجود يمكن الحين موجوده بعد وفي واحد قاعد يشرب منه. فرحت انا توجهت لمكان عسكري زين اساسا اني عطشان وما فكرت من هو يعني زين. التفت قال لي ايش تبي؟ قلت بشرب ماي. اعطاني مجال شربت ماي. كان يقول لي انت فلان وفلاني؟ شلون اعرف؟ ما ادري. قلت نعم. قال لي تقدر تي معي شويه بس بكلمك في شيء. قلت تفضل. مشينا طلعنا من المستشفى نزلنا المزجان مال المستشفى وكمل وصلنا تقريبا دوار وهي قاعد امشي في الدوار. انا وقفت قلت وين بتودينا؟ انا شغلي هني مو شغلي برا. كان اقول بس بكلمك كلمتين ابي اوصل للجيب الواقف هناك. كان في جيب واقف على الرصيف المقابل الدوار. المهم مشيت وياه لاحظت ان الجيب واقف على الرصيف اللي مقابل الدوار ويمه في جندي مع سلاح كبير. فالمهم وصل الجيب فجاه اشوفه فتش الدبه مو دبه الباب مو باب الخلفي الجزء اللي مال البوكس ماكو فتشه عشان يقول لي ادخل. طبعا تدخل انت ما قاعد تدخل صوب الكشن قاعد تدخل في الدبه صوب الدبه. قلت نعم. قال لي ادخل. ما قلت شيء دخلت قعدت وطبعا سك الباب التفت جندي. انا الحين
ما عندي أي إحساس إن في شيء غلط بيصير. فجأة سكر الباك مال الجيب والتفت الجندي قال لي سلاحك في ذخيرة؟ قال له نعم نعم سيدي. قال له عمر سلاحك. زين أول ما عمر سلاحه قال خليك منتبه إذا تحرك من مكانه أطلق عليه النار. هني حسيت إن أنا يعني صار في شيء غلط. قعدت ما قلت شيء وهو مشى. خلاص إني عرفت إنه إذا بتحرك بيطلقوا النار عليه. في هاللحظة هذه طبعا قعدت أقرأ القرآن وقعدت أدعي. هني انتبهت إن في اثنين قدام قاعدين. واحد قاعد صوب السايق وواحد يمه. وشكلهم لابسين ملابس عسكري شكلهم ضباط. بس طبعا هم ما يحطون رتب. رتب مو موجودة. المهم اعتقد السايق قال لي اسمك؟ قلت له دكتور ابراهيم رباني. قال ها ها يابا هذا الدكتور هذا صاحبنا هذا زميلنا هذا فلان. كان ينزل من السيارة فتح الدبة قال تعال تفضل وياي قاعد قدام. قلت له عادي اقعد هني اقعد هناك مو مشكلة. قال تعال نزل لي من الباب اللي يسمونه الدبة او هذا وداني للجزء الخلفي من السيارة فتح الباب قال تفضل قعد وبدأ السين وجيم اسمك شغلك وظيفتك من تعرف من بتعرف هذا يعني ظل موجود يرجعون نفس الحلقة على المصاب. قال عندك كان مصاب طلع ناري. قلت له عندي حادث سيارة. قال لابس الشاشة؟ قلت لابس بيجامة. لابس بيجامة. كان يقول وين وديتها؟ قلت له وين دخلت الحوادث من حسب النظام عندنا إن أنا وظيفتي بس أسلم وأسلم حق الحوادث. الحوادث هم يحطون قرار النهائي إن منو راح يكمل الإجراء مع الشخص المصاب. ايش رايك في فلان ايش رايك في فلان دخل في امور سياسيه. قلت هذا مو شغلي انا لا ادري سياسه ولا بشغل السياسه. المهم ظلينا كذي كان بادي تو المغرب يجري يصير عندنا الحادث كله والكلام امتد من تقريبا حوالي الساعه 3 الظهر او العصر لغايه جنوب المغرب. بعدين فجاه شفت شب السياره كان يقول دكتور احنا بس ناخذ خمس دقائق المخفر ونرجع. قلت له في شيء؟ كان يقول لا ماكو شيء بس بيشوف ضابط وراح ارجعك بعدين. المهم طق السيف مشي لين وصلنا لمخبر جابريه. طبعا من لحظه ما مشى لمخبر جابريه انا كنت للحين اتوقع الموضوع عادي. لما وصل مخفر جابرية وهو يسوي باركينج فجأة بدأت أحس أن الجنود أو الشرطة الموجودين قاعد يحوطون السيارة وكلهم مسلحين. نزل بروحه وقال لهم عمروا السلاح. بعد ما قال لهم عمروا السلاح قال أنا راح أخذها داخل إذا سوى أي حركة وحاول يهرب اطلقوه نار بحيث أن يموت. المهم ماشي مشيت وياه دخل لداخل. أول ما دخل مخفر الجابرية لف يمين في دار شوية طويلة أعتقد عبارة عن دارين سكرتارية مع مكان ثاني. دخل سوى تحية قالوا لايبة. دخلت ولا قاعدين ثلاث ضباط برتب
وكانوا كل واحد على حسب لون ملابسه، غالبا كل ضابط من جزء مختلف من الشرطة أو من الجيش أو من الحرس الجمهورية. المهم بدأوا سين وجيم، أول هذا يستلمك، بعدين ثاني يستلمك، بعدين ثالث يستلمك، بعدين حتى تحس بالأجوبة أنها متكررة. يعني هذا يكون سألك سؤال نفسه، يسألك واحد ثاني نفس السؤال، زين هذا سألته عن معين، هذا يسألك نفس السؤال، ما يغيره. فظليت معهم تقريبا يمكن حوالي ساعة أو ساعتين. واحد منهم كان ضابط طيران حربي، النسر كان مع الملابس. لما بعد ما خلص طبعا شوية طب، بس ما كان في رد فعل عليه. تكلم مع العائلة وانت عيمي وانت فلان ولا هذا، وجاوبته كان يجاوب. فالمهم إن بنهاية قال خلص خلص منك، قال تروح وعريف وياك تروح نفس الحجرة الصوب الثاني، ما عندي مشكلة. رحت الحجرة الثانية على اليمين، بالبداية دشيت ماكو حد موجود بالحجرة، وأعتقد جابوا لي ماي يمكن، حتى قال لي أبو شاي وأم شاي، قلت ما أبو شاي. وبيني وبينك كنت متخوف إنه يجي أي نوع من الأكل لأنه يكون في شيء ولا لا. قعدت بعد شوية جاب واحد وقعد الطاولة وقال احنا نحب اللي يتعاون معنا، بس واحنا ما سوينا شيء اكشن. فبدا يسالني نفس الملاحظة ان الاسئلة كأنه هو كان قاعد في الحجرة مالتي وكان يسمع الاسئلة. واعتقد يمكن التأخير اللي صار انه راح قاعد معاهم وعرف بالضبط شنو قاعد يسألون. وطبعا الحمد لله ان الله خلاني اجاوب السؤال بنفس السؤال بنفس الجواب، ما تغيرت. المهم استمرت عمليه الى قريب الساعه 12 بالليل، نص الليل. طبعا في المقابل الحدث اللي داخل المستشفى اعتقد هو اللي يعكس شو التأثير اللي صار بعد الساعة 12. في المستشفى دوروا المصاب، حاولوا يدشون العمليات. دكتور يوسف صمم انه ما حد يدش عمليات الا طبيب، وبعدين قال لهم ان دكتور عندكم دكتور مسؤول عن المستشفى المبارك مدني، وفي دكتور ضابط عقيد مسؤول عن الجزء العسكري، فاختاروا منهم اي واحد يدخل داخل الرحب والسعة، وهو مسؤول وكيف، لكن اي واحد ثاني ما يدش. وظل مسمع على كلامه. فبالنهاية راحوا وشافوا العقيد وقال له الموضوع، فراح هو مع دكتور يوسف حق العمليات وودوه هو يدور على واحد مصاب بطقطق ناري. على حظه التعطيل اللي صار مع التحقيقات وفلان فلان، لما وصل العمليات الولد ما كان موجود. يعني لما سووا العمليه بسرعه وكان عارفين ان في شيء برا قاعد يصير، وشالوا الطرق هذه دخلوه على الجناح، وبعدين حتى الجناح ما خلوه يقعد. احنا عندنا مجموعات من البنات والاولاد يكون مسؤولين عن الشقق الموجوده في الجابريه، يعرفون وين الشقق خاليه، فياخذون المصاب او هذا المجروح او هذا المحتاج رعايه خاصه يودونه
الشقة، وبعدين يحددون واحد أو اثنين من الأحمر، وهم كانوا بنتين، كانت سميرة الكندري الله يرحمها، ما أدري إذا توفت أو سوري مو سميرة الكندري، سميرة معرفي، سمير معرفي، ومع في بنت ثانية اسمها الاسم مو ببالي حاليا، إن شاء الله راح يجي بعد شوي، هم كانت كندرية. فالمهم ان هذيل كانوا مسؤولين عن الشقق اللي يأتينا عن طريق المسؤولين بالدولة، فيعطونا الشقق هذه عشان نستعملها رعاية المصابين. وعادة أهل بيتين هم المسؤولين وهم اللي يتولون عملية التغذية والخدمات، وإذا احتاج شيء طبي يأخذون الممرضات الموجودة في المستشفى يروحون لهم، أو إذا احتاج أكثر يأخذون طبيب ودونه. فالمهم أنه بالنهاية بعد ما مدوا شقة وبيوم يومين دبروا خروجه وطلعوا برا. يعني المصاب الثاني اللي احنا نسيناه الحين بالوسط المرة هذه، المصاب الثاني هذا كان في أحد بيوت ذوي الدخل المحدود اللي على الشارع الرئيسي حق قطعة 12. فالمهم انه ودوه فوق مثل ما قلت وحطوه في حجره بالسطح، وبعد المغرب بعد ما اطمنوا انه ما في عساكر وما في جنود وفلان، وهم عندهم ارقام الاطباء الموجودين في مستشفى مبارك والاطباء الموجودين في منطقه المبارك الصحيه موزعه على اغلب البيوت، فعلى طول اتصلوا في رقم تليفون نقال مال الدكتور عبد الله بهباني. الدكتور عبد الله بهباني معروف انه هو استشاري جراحه عامه، ولكن في نفس الوقت هو اعلى منصب وصل له كان في الجامعه، كان نائب مدير الجامعه لشؤون العلوم الطبيه. فاتصلوا فيه وعطوا العنوان، او في واحد راح له يعني في المكان نفسه وشاف المصاب في السطح، واعتقد انه كانت اصابه بسيطه وقدر يسوي العمليه على الضوء الموجود وخلص الموضوع، وخلاه لمده يوم يومين عندهم وما استضافوا بعد، وكان كل مغربي يروح يشوف ويطمن عليه لغايه ما حسوا انه هيز اوكي وانه ممكن يمشي ويدبر نفسه، ووصلوا لبيته وانتهى الموضوع على خير بالنسبه له. مثل هذه الحوادث طبعا في كثير، وفي في مشاكل في بعضهم، في بعضهم اغلبهم يصير حوادث و تقوم المقاومة سواء برعاية مباشرة من متطوعين ومتطوعات أو مساعدة من الطاقم الطبي بمستشفى مبارك. وطبعا موضوع تدبير الشقق أو تدبير أماكن للمصابين كان يتم مباشرة مع القيادات السياسية الموجودة بالبلد، يكون عندهم خبر عن كل واحد، وبعدين هم يدبرون لهم الوسائل المختلفة لعملية النقل خارج الكويت. المهم في وصف المومعة هذه بدأنا احنا التدريبات على الإسعافات الأولية في مستشفى مبارك. طبعا الأهالي طلبوا، واحنا كلمنا دكتور يوسف النصف اللي رحب بالموضوع، وفتحنا صالتين كبار حق الدورات الإسعافات الأولية. والدورات طبعا كل صالة تكفي حوالي 200-300 واحد، وكنا نسوي دورة وراها دورة وراها دورة بحيث ان اليوم ما يضيع، يعني ممكن انت تكون خلصت 4-5 دورات الصبح والعصر وينتهون وبعدين ياخذون شهادة تخرج على هذا. ف
فأنا أتذكر في سؤال كان أقول لي حتى بعد التحرير، قال اشتوى هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين وتدريب وفلان فلان، شو حق هذا كله؟ فكنت أرد عليهم أن أنا أبي من المسعف أو المتطوع اللي يشتغل عندي أو يتعلم عندي، أبي منه شيء واحد يسويه أنا بالنسبة لي كافي، يكفي أنه هو يعتني في أهله في بيته إن شاء الله، بس أبو أمه وأخته فلان فلان، لكن حط بال عليهم يعرف شلون أعالجهم، فبالتالي إذا صارت مشكلة صارت الحاجة ما يدوده ويروح ويودر نفسه على لا شيء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ان اذا كان شويه جريء يعني عنده قلب قوي شويه، ممكن ان هالاسعافات مالته تمتد مو بس بيت واحد، انما تمتد لجار الجار والجار والجار، بحيث انه ممكن يغطي الفريج. ممتاز، وايزه. اذا صار اجرى ممكن تاخذ ما تقدر، ممكن انه ياخذ المنطقه كلها. فيعني بالتالي ان العدد صحيح ان احنا دربنا كثير، ولكن احنا متأكدين ان احنا استفدنا منهم في العملية ككل حق الجميع. ولا ننسب الموضوع لنفسنا بس مستشفى مبارك ولا الاحمر، لا، ننسبها لكل المستشفيات وكل الاطباء بلا استثناء، لان كل المناطق يعني انا مو معقول انا بدرب الجهرة وبدرب الفروانية وبدرب الاحملي، مستحيل يعني ما يمكن. وبعدين انت مع الحظر التجول والتفتيش والاشياء هذه، يعني في اشياء كثيره تواجهك تضطر انك انت تتصدى لها، بحيث انك انت ما تبي تضايق ربعك ولا تضايق الطرف الثاني. اني لبعض القصص الثانيه، باقينا 10 دقائق تقريبا، اللي هو موضوع بداية نزول الحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري تقريبا نزل يوم 15 أو 20 من شهر أغسطس، ولما نزل كان نزول يعني بين غريب وعسكري بحت. يعني ذاك اليوم كنت طالع من مستشفى مبارك، عادة ما أطلع من المستشفى، أقعد فيها 24 ساعة، وأقعد يوم يومين ثلاثة، إذا بغيت أطلع بروح بيتي، أروح عشان أبدل ملابسي، أسبح شوية، أرتاح شوية وأرجع. وكان عندي راديو كان يسمونه وكالة أنباء، يعني اسمها الأنباء موجودة، يعني أنا أشرح حق الدكاترة. فالمهم إن ذاك اليوم بالليل بعد تقول انت ان شاء الله مطلعك الساعه 12 بالليل، طلعت قلت خليني اروح ارتاح لان ماني قادر انام بمكتبنا. فقلت حق المتطوعين اللي عندي، قلت خليني اروح شوي البيت وارجع. وانا واصل عند مطاف السالميه كانوا وقفوني، زين توني بنزل كان يقول لي لا تحرك لا تحرك لان نطلق النار عليك. قال لي قاعد مكانك بس. قعدت مكاني يا ضابط تبي، قال لي افتح الدبه. قال لي من انت؟ قلت انا دكتور فلان فلاني. قال من جاي؟ قلت له جاي بس المستشفى بروح ارتاح ابدل ملابسي وارجع المستشفى. المهم قال افتح الدبه ولا تحرك. فتحت الدبه طلع سوى شيء. انا كنت خايف اني احط شيء. عشان سكت الدبه قال روح. رحت البيت وقفيت الفرجة تقريبا، صحيت وصليت نزلت. إذا تعرفون عمارة مدورة بسالمية أول قديمة، أيوة صح، الحين مسوينا جمعية. السلام عليكم. أنا عيادتي كانت هناك وبيتي وشقتي كانت هناك. المهم نزلت من العمارة وعلى خطوة أخذت سيارتي ومشيت. الحين أمشي في الشارع اللي مات العمارة، في دوار عشان أوديك صوب الشارع اللي فيه الخدمات للمطعم المروش. اشوف الشارع نازلين صف جنوز وصف جنوز جايين من الدوار،
وكلهم لابس لابسين ملابس عسكرية وسلاح بشكل رشاش، الله أعلم أنا الأسلحة ما أعرف، وحاطين كذي شارين على فوق على ناحية الشق فوق العبارات. زين أنا بالشكل شفته قلت هذا راح يصير انقلاب. المهم وصلت الدوار ما حد عكسني، دورت وصلت مروش، ومروش رفيت على شارع عمان اليوتير عشان ارجع المطافي واكمل على مستشفى مبارك. نفس الموضوع حصل عند اللفه مالت شارع عمان على فتي على شمونة جنود يمين شمال بعين. المهم المغزى من هذا ما نكمل الكلام كله، بعد هالتاريخ بدأ اختفاء الناس، بدأ الناس يختفون، بدأ الناس يروحون أماكن مختلفة، مقاومة أو شرطة أو مسؤولين يسألون عن أهليهم منهم يو أخذوهم وما شافوهم وما عندهم خبر عنهم. بعدها بيمكن حوالي 3-4 أيام بدينا نشوف عمليات القتل. يك مكالمة يقول عندي جثة مرمية في الشارع الفلاني أو في الدوار الفلاني. زين واللي أبيخ منه بعد أنهم يشوفون مثلا رجال الدين اللي هم الوعاظ مالت المساجد أو الأمة المساجد، وغالبا يكون مقتولين بطراري على الراس. وزين ويكون غالبا قدام باب المسجد. وطبعا كلهم الرصاص اولا يكون رئيسي موجود في الراس. هذا نوع منهم. النوع الثاني انه بدات الاعدامات على اعمده النور. العمود ما ادري شلون يوصلون لك فوق وشخص محكوم بالاعدام. المهم ان لحظه ما السعاف يروح او المتطوع يروح يشوف الجثه معلقه على عمود النور، وغالبا في هالحاله اذا الجثه معلقه على عمود النور صار لها نفس اليوم ما يسمح لك تاخذها. لاحظ روح مره ومرتين ثلاثه ما يسمحون لك انك تاخذ الجثه الا بعد تقريبا حوالي 3 أيام. ارهاب. ها؟ ارهاب. على كل. فالمهم بدات عمليه القتل هذا، وبعدين اعتقد بعدها صدر امر من طائف يطلب من الكويتيين بعدم استعمال القوه وعدم تعريض نفسهم لعمليه القتل والاباده. واعتقد ان هذا كان قرار صائب، لان بالفعل انه هو يا محتل، يعني انه هو بالنهايه يبيك ترضخله، يا ترضخ يا ما تقبل بعمليه القتل اللي قاعد تصير بصوره عامه. تقريبا انا الوحده بخلص بعد 5 دقائق. انا اعطيكم مجال الاسئله لان الاسبوع الجاي راح اكلمكم على اعتقال الهلال الأحمر، أن اعتقلونا لمدة 26 يوم، وبعد الاعتقال راح نتكلم على الأحداث اللي بعد خروجنا من السجن واللي بدأت فيها عملية توزيع النقود على المواطنين، طبعا بناء على أوامر الطائف. طبعا احنا أنا ما لي علاقة مباشرة معهم، لكن كان في قيادات موجوده من الكويت على راسهم الشيخ علي سالم العلي والشيخ صباح الله يرحمه صباح الناصر. هم اللي كانوا يزودونا بالتعليمات او يزودونا بالمبالغ لتوزيع الناس. هذا راح الاسبوع الجاي. اذا عندكم سؤال شيء يكون تقريبا خلصنا المحاضره. اي سؤال؟ لما انخذوك طلعوا لام اخواتك؟ الحمد لله ما شاء الله. ما طلع. الحمد لله ما طلع. اخر الجابرين. ايه.
لا ما ما فتشوني ولا لا فتشوني ولا طلبوا مني اطلع لبخاتي. انا دائما اقولها حق الاهلي اقول الله سبحانه وتعالى هو اللي حماني، لان داخل مكتباتي كان في اشياء وايد عاده فتشون. نعم ما عندك شيء؟ ها عندك سؤال؟ بس تفضل عمي. أنا أعتقد اللي شفناه بالغزو شفنا الوحدة الوطنية بكل معناها. كنت تحس أن المواطنين كلهم خايفين على بعض. المواطنين ما في موضوع التفرقة هذا موجودة بالطوائف وبغيره بالجنسيات، وهذا ما كان موجود. يعني عشنا وتأقلمنا وتعاوننا مع بعض، لأننا كان عندنا هدف واحد، حب الكويت وحب الأسرة. ولولا هذا بين معنا شفت أكثر من شيء برا، لكن بالكويت عمري ما شفت الموضوع. دائما احنا كلنا متصافين متحابين متأزرين. طبعا أنا ذكرت من الشيخ خالد المذكور ودوره في موضوع عمليات الدفن وقال ها على فكرة سريع بس أقول ما خالف. من ضمن الأشياء صارت بعد ما بدفننا الدفن الجماعي صارت إشاعات وايد على موضوع القتل وموضوع الجثث الموجودة في أماكن مختلفة. وأكثر مكان صار فيه إشاعات وكلام كان موضوع صارت التدلج الثلج، صار التدلج يمكن تقريبا بعد ما خلصنا موضوع الجثث ودفنها جانا أرتي تلفونات يسألوني على أساس إني ماسك مكتب الهلال الأحمر، يسألوني على الناس اللي في ثالث تدلس وأن سالة محطوطة جثث وأن محطوطة على بعض وأن فقلت له أنا ما عندي خبر. قال لي قلت له إذا أنت عندك خبر صحيح لازم تيجي تبلغ وتثبت أن إحنا الحين كلام لا ما أتكلم عن الأسبوع الأول، أنا كنا محتاجين نشتغل بقدر نضعف في أوامر لا. الحين قاعد أتكلم في الأسبوع الثاني والثالث. فالمهم أن بالنهاية اللي قال لي جثث بالشوارع واللي قال لي جثث داخل الصالات واللي قال المهم اتصل فيني شيخ خالد المذكور الله يذكره بالخير إن شاء الله وطلع عمره. قال لي دكتور سمعت الإشاعات عن موضوع هذا الجرج؟ قلت له طول عمر أنا مثلك أنا سمعته لكن ما عندي تأكيد لها أنه صحيح ولا يعني شيء رسمي علشان أقوم بالعملية هذه. عشان أقول دكتور ليش ما أنت سويت الأشياء السابقة ليش ما شوية بس تكلف شوية على نفسك وتحاول تروح تشوف وطمنا إذا كان في شيء أني نشيلهم مثل ما سوينا ذلك، وإذا ما في شيء خلاص على الأقل الناس يوقفون كل عملية الإشاعات اللي صارت. فأنا طبعا سمعت الكلام رحت على طول حق الدكتور يوسف النصف. يوسف النصف أخ عزيز منصبه كان قبل الغزو كان رئيس منطقة مبارك الصحية وكان رئيس منطقة مبارك الصحية أثناء الاحتلال. فلما رحت له سلمت عليه قلت له موضوع كذا كذا كان يقول انا ويا شيخ خالد انا سمعت وايد اشاعات بس ما انت تاكيد وانا اعتقد ان لا باس ان تقوم انت بالموضوع وتشوفه بس تاكدنا ان في شيء ولا ما في. فقلت له بس هني احنا داخلين وسط منطقه عراقيه الجيش العراقي تعرف منطقه صار تجلج يمها وزارة الإعلام ووزارة الإعلام منطقة استراتيجية. فقال أنا أكلم دكتور حكيم. دكتور حكيم هذا الدكتور المدني اللي كان جاي من صوب العراقي.
وحاول إذا كان يمكن يساعد شيء منه. فالمهم رحنا مع بعض الدكتور حكيم وقلنا أنا المشكلة كان نقول لي أنا مستعد بعد إذا يقبل الدكتور أنا أطلع وياه أروح حق المسؤول عند خدمات الصحية بالكويت يسمونه مدير إدارة الصحة كان في نفس الوزارة القديمة ونشوف إذا في شيء يأخذ منه إذن ونروح نشوف المكان. قلت خلاص إذا شيء رسمي أحسن. فالمهم يوم الثاني معنا أخذ سيارة إسعاف من سيارات مستشفى مبارك وطلعنا رحنا على طول لوزارة الصحة القديمة على البحر عندي صوب بجاه وأجر الخالدية وزارة الخارجية. فرحنا فوق عند أعتقد رئيس الصحة كان اسمه عبد الجبار. فوصلنا أنا وقعدنا معه وشرح يسمونه الدكتور العراقي المياي وبعدين وجه الكلام قال لي دكتور أنت مو أنت هلال أحمر فلان. قلت أنا هلال أحمر بس أنا ما أسوي أي شيء إلا بأمر يعني أنت الحين أنا بروح منطقة فيها عراقيين يعني فيها قوات مسلحة يعني مو منطقة مدنية. عشان يقول حق الدكتور وياي قال خذ دكتور روح وياه وإذا تبي ورقة أعطانا أعتقد أعطاه ورقة من عندهم أنهم مسؤولين على مشاهدة صالة التجلد إذا في احتمال وجود أسد ولا غيره. المهم رحنا ما حد وقفنا إلا في نقطة وقفتنا عند البوابة أعتقد البوابة اللي قريب وزارة الإعلام لا وزارة إيه وزارة الإعلام اللي التلفزيون إذاعة اللي تطلع منها تروح حق شامية والمناطق هذه. المهم وصلنا هناك لفينا على ناحية يسمونها صارت تجلج لاحظنا أن كان في جنود وايد يعني متبعثين كل مكان يمكن وجود بعض مؤسسات الدولة المسؤولة الكبيرة موجودة هناك. المهم وصلنا صالة وقفنا برا أنا طبعا قلبي دين 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 دين. وأنا قاعد أقرأ دعية وأتمنى أن ما أشوف شيء داخل مثل اللي سمعته يعني يقولون جثث متراكمة محطوطة على ممرات وفلان فلان. المهم وصلنا الباب هذا بطلت الباب أول ملاحظة أن المكان خالي. أنا تبحث الحمد لله ماكو شيء زين. فالمهم دخلنا داخل شوية صار قلبه أقوى شوية وبدينا أنا أدور منطقة وهو يدور منطقة من مكان لمكان للجهة لقيت ما تقريبا قطينا صار تجلس كله. بعدين قلنا لا صالة ما فيها شيء ولا بالفعل ما في أي جثث في الصالة. بعدها أنا طبعا طلعت رحنا وبلغت دكتور يوسف وبلغت شخص مذكور قلت هذه كل أشاعات وما في شيء على حقيقة. هذا بعد أحد الحوادث الموجودة. شكرا وأشوفكم بسؤالي.